حجرت بين ثلاثة الصحابة كانوا مع عشرين حبابة زريمة على المطلق والثالث مزوج بالنية حجرت بين ثلاثة أصحاب كانوا مع عشرين حبابة زريمة على المطلق والثالث مزوج بالنية أصحاب يا حضر كانوا ساكنين في دار كل واحد حاضي رسول وفعيله مخبية واحد نهار سربينتهم غير تعيروا بشي معير اكتصرت مشكلتهم وعرة وقوية ونطلق جبت المزوج بالعار قالوا انت يا مغير علاش حاضيني في كل وقت عساس عليا اللي كان جد شي وحيدة للضر كتشعل فيك النار شحال كتفوز وترجع شحال كتحقق فيا المرا كتقلي واش هتجر لعني بوجهه مصفر كتمشي غضبانة ولا بقات رجعت ليا شحال دالعيالات ساقوا الخبر وخافوا يقربوا الضر غير على سبابك يا المزواج هاربين عليا قال له هادشي فيك يا جاري عيب عليك وعلاش واخا تزوجتي قد فيك البليا شحال بتصرى ما زال فيك كتغمز بعينيك ولا شفتي شي وحده غدا كتبعها بشويه شحال من مره عسست عليك من قبلك متفرج فيك لكني باقيه فيك لهسا عيلك قويه لي مادام واش كتقن بك على هاد الطبع اللي فيك انا اللي غادي نمشي نعيد ليها القضيه شوف شحال من دعوات عطيك ويلا هضرتي تبوكسيك تتخلص هاد الطار اللي كتجيب عليا الحباب تقلق على العزري والمطلق زوجكم يا المرامات محمين عليا حتى انت يا العزري الحمق عيتي ما تتزوق رفد معك المرايا ولا تفيك بليا ملي كتفيق وانت كتحلق مشطر ومشنق باش تقدر تصير شي وحده دريريه شحال كتجري موراها وتعرق وفيها كتلصق ما تهنى حتى تطيح شي وحده بندقيه وتجيب لك والديها يا الحمق وعليك يطيحوا بدقه حتى تخلص ذنوبي وكل ما عملتي فيا وحتى انت يا داك المطلق ما فيك ما يتلبك وعلاش طلقتي المرا وجيتي سلط عليا
مزوج سمع يوم جبتك لهذا الدار حصلتي بين ايديا ما ناشي بحال يا المطبع من المرا كتخلع هي الحاكمة كتحكم عليك بلا شرعية إلا خرجتي دغيا كترجع وإلا نزلتي تطلع ما عندك راحة عيان بالخادمة والشرية تخدم بالخاطر ولا بدرع وإلا بقيتي تسمع شحال د المعاني من عند المرا ليك مخبية أنا حري كنت متعة نزها حتى نشبع ما عندي مرا ما عندي نساب اللي حكموا فيا قالهم سمعوا الكلام راهم عايشتكم حرام واحد فيكم كيدور يدخل شي ركبية يدخلها في الليالي وظلمة تاع عشر وثلث ايام ونهار الرابع يقولها قوم ورجعي عليا مزوج عزيز على طول دوام كل ليلة مع مادام اللي كيطلبها تحضر وتشوف فين هدية القصيدة يا سامعي الكلام انا عند سويسا نظم غنيتها باش نفرح جميع من طاير بيا زوج بالنيه.